بلاي خوين كاري خوش بيز قشتنا لا فران نوات وششي ملزمة. الدرس الثالث واني سيهم دراسة النص واني سيهم قرني أمدقة. الفتاة الذكية واتا كتا زيرككا الذكية واتا زيرككا تبع شاكا أملا كتابي خوين كاريش هي تبع شاي وانا كبكا أفرتكا لبردم باتشاكا. يروى أن أحد السلاطين كان عادلا في حكمه ومحبا لأبناء رعيته. في إحدى الليالي الشتائية الباردة خرج متنكرا في زي أحد الشحاذين كعادته ليتجول في أحد الأحياء الشعبية. بيقمان أجردريت وكيش لدى صلاة داركان إش لدى أميركان كزور دابر وربوا وباشان خلقي ولاتكي خوي خوش بيستوى لا شوك لشو سادة كان درجة دروة دمشاي خوي هل أبيكيت باشا بوي جوليب كابناو قرق الشعبية كاندا. فوقعت عيناه على أحد الأبواب فطرقه تشاوي كوت سدر جايك وتخيال دقا فلم يفتح له أحد إيش كسدر جاي لنا كدو. ثم طرقه ثانية وثالثة باشا دوم جارو سيمجا تقيلية وكسدر جاي لنا كدو. فإذا بفتاة جميلة كالقمر تجيبه بقولها لا ناكاو كشيك جوانا كيوكو مان وابو جوابي داوتي من الطارق شيء لدرقا دات لم يفصح لها عن اسمه وشخصيته. باشاش بشواز خوي لقلما ك ناوي خوي نوتو كساتي خوي نهروتي كسك واكتفى بقوله انا الطارق منم هروتي ولوتي منم. سالها ان تفتح الباب بيد انها ابت ذلك مبرره رفضها بانها وحدها في البيت. ابيش بسالي لك داوي لك دقاكي وكاتو ابيش وتي من درقانا كمو لبري خوم بتنهام لمالوا. سالها اين ابوك باشان ابيش بسالي لك اي باو كل شويه. اجابته أبي ذهب ليجعل من الصديق عدوة أمش لبش درقاكو كشاكوتي باوكم تشوى بو أوي دوستكي خوي كابا دجمن باشا. وصارع بالسؤال خيرا بساركي لك وأين أمك أي دايك اللي شوية. فأجابته كشاكا جوابيا أمي ذهبت لتجعل من الواحدة اثنين دايك شمروشتوا دو دانبكا بيك دو دانبكا بيك. وأخيرا سألها لك وتايا بساري لكن وماذا تعملين أي خوت شيك إيستا أو جوتي إني جاعلة من الاثنتين واحدة منيش دوان أكم بيك باشا وتي بيشتروتي دايكم شو دانيب كاب دوان منيش سخوم دوان أكم بيك باشا. ثم قفل السلطان راجعا إلى قصره باشا قرايا بو كوشكا كيخوي. وسلسلة من الأفكار والتصورات تشغل باله أم برسيارو ولا ما يعني مشكي مشغول كردبو. وعند حلول الصباح كاتك بيانها وجمع وزراءه ومستشاريه وبحث معهم في مدلولات كلمات تلك الفتاة. هرشي مستشار الرايشكار هي كوي كردوتي من امشو اشتكي وان بسر هاتوا او والله مدرامته بزانم كانت انا قسانم بشرح اكاد معناه شيء او افرتم بس في شيء بو بيد ان احد منهم لم يستطع فك رموز تلك الكلمات الالغاز. هرشي وزير ومستشار هي كان ناتواني معناه او قسانه تفسير بكم. فاضطر السلطان إلى أن يبعث في طلبها وإحضارها إلى قصره بوينا شربو تشيبكا ناردي بشويني دا بوي بيد لكوشكا عما دابت ليستمع بنفسه إليها وهي تشرح ما كانت تقصده بوي برسياري ليبكا جوا بقريب زانين ببسي بيتشي بولا وشانا باكم شو دوستك خويكا بدوجمن دايكم شو نفري بكا بدوان منخم إستلمالهم دو أنا كم بيك. وعندما حضرت تلك الفتاة إلى القصر كانت أوكشلك وشك أماده بهارتها أضواءه الساحرة وأخذ بلبها ما شاهدته من مناظر ساحرة ومشاهد جميلة وحدائق غناء تنتصب في وسطها نافورات المياه وما إلى ذلك من مظاهر الرفاه والبذخ الشديدين. كاتك أفرتك أكشك هاتناو كوشككوا كشكي جنجي جوان هاتناو كوشككوا تماشا أكا كوشككي جوان دارو درختو تشيمنو آو نافورو أمشت جوانانيو كإنسان حزيليكا. وما إن وطئت قدماها القصر المنيفة حتى سألها السلطان عن الشخص الذي طرق بابهم الليلة أمس كاتك أشوانو كوشككوا بانجي كروتي شيبو دوني تقيالة دقاي إيوة فاشكا بسياريليكا. فكان جوابها مولاي العزيز لم أعرف والله من الطارق أمشت والله أي قورا من نمزاني شتقيا ولا ذيقا أميش بيوت أنا الذي طرقت الباب وسألتك كل تلك الأسئلة أو من بوم دون شتقا ما لا دقاو أو همو برسيارة مليك دي عنده إذن اندهشت الفتاة لو كاتا كتاكا زور سري سورما وأخذت تجيب عن الأسئلة واحدا واحدا بويا جوابي برسيارة كاني دايا ودانا بدانا. عندما قلت إن أبي سيجعل من صديقه عدوا له قصدت بأنه ذهب ليقترض مبلغا من المال من صديق وفي له وبما أني على يقين أنه لن يكون بمقدوره تسديد ذلك الدين لتدهور أحوالنا المالية فعندئذ سوف يصبح الصديق عدوا له. كاتي عليك جواب ما يتوباكم روشتوا دوستك خويك أبا دجمني من سور أمزاني
باوكم من ازانم كباوكم شو قرض لا برادر شي خويك لا كسكي دوستك خوشويسي خوي بكات ومن ظنيام يقينم هي كباوكم ناتوانيت او قرض لكاتي خويا بداتوا بو ظنيام او كسا ابيتا ناحزو دشمني ابيتا ناكوكيو دمقال لبينانا ابو شواز بو يوتم باوكم شو دوستك خويك ابو دشمني خوي باشان كاتك هوتم ان امي ذهب لتجعل من الواحده اثنين شو كيشك بكابدوان ما بس تمشيب وقصدت بذلك أنها ذهبت لتساعد إحدى النساء الحوامل في الولادة فبذلك ستجعل من الواحدة اثنين كاتك وتم دايكم شو دانيب كابدوان ما بس نبيوبو دايكم ما مانت شو أفرتك كاتي من دالبون يتي شو يعني ما تبدأ بقوي من دالكي ببيت واتا كسيك الشخص كأبي بدون فر ما بس نبيوبو باشان وأخيرا وعندما قلت إني جالسة أجعل من الاثنتين واحدا كاتك وتم دوانا كم بيجم ما بس نبيشيبو قصدت بذلك أنني أخيط قطعتين من القماش لأجعلها ثوبا لي ما بس نبيوبو منيش دو دزوم كتب ودس ما هو بقوي كراس وبوشاك بوخم بدورم فاندهش السلطان من ذكاء هذه الفتاة الشابة وأرسل في طلب أبيها وكرمهما أحسن تكريم وطلب إليه أن يوافقه على أن يجعله صهرا له ويتزوج تلك الفتاة الذكية بوي السلطان باشا زور سري سرما كاتك أمي بيست أم ولا مجوانان لم كشا كشا كخوي جوابو ولا مكان شهر جوابو قسكاني بارابو باشان داوي لباو شكر خلقي نار بدوا بوي كرازي بيت سلطان والي أمير ببباشي ببابا زاوي بابا زاوي أما الجريدة عراق أتولى صالح زار ونصوها اشتاء وياك أحدد زمان هذه القصة دياري أكم أم قصة لكيوبو كيروياو بيقومان وقعت بدايتها في الليل ونهايتها في النهار سارتا أمشي لكيوبو لشودة سيبهاك البرام كوتاياكي للرجابو أذكر المكانين اللذين جرت فيهما أحداث هذه القصة دو شوين باس أكم كأم رداوتي دار رداوة المكان الأول شوين يكم أحد الأحياء الشعبية إيشاك لقراك الشعبية كان دو شوين دوم قصر السلطان بريتيلا كوشكي باشا من الشخصيتان الرئيستان في هذه القصة وما صفات كل منهما دوك ساتي ساركي لنا أمشي لوكيا تشوشين الشخص الأول السلطان كان عادلا في حكمه ومحبا لأبناء رعيته كسي كم لنا أمشي لوكيا بريتيا لشي بريتيا للسلطان باشا كسي كي دافر وربوه أي كسي دوام شي الفتاة الذكية كانت جميلة كالقمر كسي دوام بريتيا لوكتا كجوان بوكومان هل الرابي هو إحدى شخصيات هذه القصة وعلى الجوابي آية أو يمشي لك بجرائمنا ثو يشك ولا كسيات كاننا أمشي لك والله ما كي الرابي ليس من شخصيات هذه القصة الرابي وكتب جرائمنا ثو يشك نبوك لك كسيات كاننا أمشي لك وإنما ينقل فقط تنهب من أجرته لأنه يقول يروى أن أحد السلاطين بشي أزانين لبروا إلى سرتاي شيروك كي على يروى أجرنا ويشك لفاشا كان كوات ديار خوي لناو تشيلوكا كيا نبوه الرابي الرابي كيا الرابي أو كسيكا تشيلوكا كمان بو إجرته أين ينتهي هذه القصة لشوكو تايت شوين شوين لشوين أكال شوكو تايا في القصر بيقمان لكوشكا الوضع الأول سالتاي نصكا يروى أن أحد السلاطين كان عادلا في حكمه ما عنوانه ناو نشاني أمتي السلطان العادي أقر ناو نشاني بو أمدابني أليشي السلطان العادي وطب هاد الشاي دات برور الحدث المفاجئ يشغل الرداوة لنا كواني كرويا شيبو فوقعت عينه في أحد الأبواب فطرخه باشا شابي كوتا سدر قاكو تقيا لير وشتكا شون الله الرويدا بدا سيبيا كير ما عنوانه باشا نو نشان بوشي الفتاة الذكية كشا زيركاكا أين بلغت أحداث هذه القصة ذر وتتأزمي قمة التعقيد لا تشوين الرداوة كاني أمشي لك قشتا أو باري جيريتي كاتيك إن أحد من الوزراء والمستشارين لم يستطع فك رموز تلك الكلمات الألغازية كاتك شكام قصاني كرت باشا شو تشي كرت مستشار وزير كان يهمه هنا بزام كام تنم قصانة تيغن أما نشكا ساني هزاني أعلي رأيتر باشا نزاني شوكا بويا أما أو باري كوربو لنا أم تشيروكا كاروية ألخص هذه الأحداث بسطرين وصولا إلى العقدة أم تشيروكا أم رداوانا من بدو دير تشيلي أكم بدو دير أنوسمو والله ما كان بونوسيون ألخص الحل بسطر واحد حل كان بيق دير بونوسا أبعث السلطان في إحضارها فحضر ثم شرح له الكلمات أما حلاكي باش تشيانكر ككس تينقش أبو باشا خويشو خلقي نار بدويدا بوي حازر لنا كوشكا وباشا خوشي أو شاني شرحك كتاكا الوضع الأول اللي السلطان بوضعه الأخير باشا الوضع الأول وأقابله براوردي أكم سرتاي الرداوكا بكوتاي الرداوكا سرتاي الرداوكا إن السلطان تجول في أحد الأحياء الشعبية سلطان أقرى جولي هبو بوي تشيكا إيش اللي قرأك الشعب كان أسورايوا لمعرفة أحوال الناس فصار متزوجا بو أو أسورايوا تيجي أحوالي خلق برسي كتي لكوتاي أخوي بو بزاوا أو كوتاي تشيروكا كي بو حالي خلق برسي تيجي لكوتاي بو بزاوي
بياكي فقير كشيكي زيركي هبو الوضع الاول للفتاه بوضعها الاخير اي باشا سرتاي تشيروكي تشكا لقلك وتاكات شيبو ان الفتاه جالسه في البيت مشتغله بامور البيت فصارت زوجه للسلطان لسرتاي خصك امك شخوي تشيبو افرتيكي تشيبو مشغول بكاروباري مالو بلام لكوتاي تشيروكا ابو بشيبو بخيزاني بادشار ادل في النص على مقطع وصفي واتبار شيك در اهنم كوصفي تشيبكا وصفي تيابت وصفي تيابت يا كم خبري نواسيخ او غمانيت يعني اجا كانوا اني تابو انا ابناء وصف ابناء جمله اسميه كان عادلا في حكمه ومحبا لابناء رعيته كان ها كانت يا زور دار فرول ولنا خلق كي خويدا ومحبا لابناء ابناء رعيته وخلق كشي زو خوش اويز انما الوصف خبر نواسخ كان تتضمن السرد تضمن السرد حوارا ابين كيف اسهم الحوار فيه وتا لنا امشي لوكا غفتغور ريا روني اكمو شون شوني فهم الشخصيات إن فهم الفتاة الذكي يفوق فهم السلطان والوزراء والمستشارين من أجل ذلك طلب منها الزواج تماشاكا تيغشنيك شكا زور زياتر بو لشيلة تيغشتني باشا ووزيركانو رابشكاركان بو لبر اوا باشا داوي شي لكر كحافسجيري لقلعكاو بيبا خيزاني خوي تطوير السرد أسهم في تطوير السرد إلى ذرة التأزم والتعقيد والحيلي تطوير واتلا سرتار رستكا ورده ودا كيشا دروس أبيت تأغات أو بارينا راحتي وقريش وري باشان دو ايو حليكي بدروس أبيت شاولي الرودا والرودا ودروس أكا رود أم رودا ورودا كدروسك أم رودا ورودا كدروسك أم أسرة وحالي خلق بس دوا تقيا لدرجة تيجي خسر قلك شكا كك شكا أهو ولا مياه هو دوا هو كيشة دروز دوا هو يعني شتكان بدوا يك رودا وكدروس أكا سردا كدروس أكا الدرس الرابع وعني شو عارم الأنشطة الكتابية شالا كي كان يناو برتو بيجومان ما مصا خويكم مره شتان بو انوسيت اويك خوي اي ويد ايتر ايا حمزه بي الف مقصوره ممدوده بي شتان بو انوسيت زانه كامتان لاملايا زيره كان كامتان ضعيف ولا وازن اوي هلا يكر بي غمان هلا كما مصا بو راسكاتو ما مصا استخطا انوسي هلا هلا كا الراس اكاتو توش اوي خد انوسي بو اوي قد لبيرد نشيته بو القواعد دلالته الزمنيه باشا مضى المضارع ودلالته الزمنيه في الجمل الآتي أضع دائرة حول الفعل المضارع أو فعل مضارع عمد شيلي أكم بازني كي بيانا موتا من زور سورم كردو دياريم كردو باشان ثم أحدد دلالته الزمنية مبينة سبب هذا التحديد باشان كاتكشي من شيلي أكم كاتكشي دياري أكم يكم فعل المضارع هذا فعل مضارع كان مدر بينا توكو تلبي بزاني كان فعل مضارع كان بلى الآن أذهب إلى عيادة الطبيب أذهب وفعل مضارع ودارمان هنا وباشا آية بلقي لسات شكاتي فعل مضارعك بيقو ما بلقي لسات إيستا بوشي ما وصا لبروشي الآني تيايا أما هو كاركيتي الآن باشا دوام دانا لن تتعافى قبل أسبوع باشا ليلة كما فعل مضارع تتعافى بلقي لسات شي زمانك بيقو ما مستقبل دهاتو بوشي ما وصا لبروي لن لبري لن لبيشي وهاتو كواتاتو بقرينة وأداتكاني لبربي هيش كيشي كنابي لم أتوصل إلى تحقيق هدفي باش أتوصل فعل مضارع بلقي لساشي بلقي لسا زماني ماضي بوشي لبري أهل لم لبيشي وهاتو كواتا خوي هاور أكا حر خوي هاور أكا علي من أوام يتميز الكرد بعنفوانهم الاستمرار بيقوم أنا مش درباري عادة وتكرارة تيجي قرينة كاني كيتياني كواتا شيء استمرار أعبوا بناسرة وباشرين بلغية أخذ دلدار يبيع بضاعته دلدار دسي كربة فروشني كلوبة لكي بلغية لسر شي زمن شي زمني بيقومان حاضر بوشي حاضر لبروي لدوي فعلي شروع هاتوا أخذ أبي لبريكي أخذ طفيق باشا جعل إنهم لا يجهلوا ماذا فعلوا أو تاني كنت كاري خوشيوس همو يمجوان بوح الكردود باشان ولا ما كيشم لي ريا بجواني بو هنا لدوي لعل لدوي ليت لدوي هل لدوي سين تماشاكا والله مكان جوان بيشتري الشرح ما كردو بيوز با وردكاري زياتر ناكات الدرس الخامس واني بينجم تعبير كتابي واني بينجم دربرين نسينكي علي ام تشيروكا توخو هاول اي بعربيكي خوت براسي زيادي بكيت توخو بينو سراوا او من همو مرجكاني بو هناي بم شرطانة تو تشيلي اكي بو شرطانة تو اي نوسي تو خونت كاراني خوشويز ليريا هاتي نكوتاي شرح كردني وحدي دوم بولينو بخوي قوري مهربان تان اسويرن استودعكم الله